مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. وقفة احتجاجية لأهالي منطقة نخيلة بولاية نابل أمام وزارة البيئة. رئيس الحكومة المؤقتة يلتقي وفدا من أعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء المجتمع المدني عن ولاية جابس. معارك عنيفة في دمشق ووزراء الخارجية الأوروبيون يتفقون على تجديد العقوبات. الجيش المصري يعلن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية في سيناء. أنقذونا من هذا الوباء القاتل، من حقنا أن نتنفس هواء نظيفا، هي شعارات رفعتها مجموعة من أهالي منطقة نخيلة بولاية نابل خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم أمام مقر وزارة البيئة والتنمية المستديمة للمطالبة بالإسراع في إنجاز التحسينات اللازمة لتهيئة مصب الفضلات المراقب بولاية نابل الموجود بنخيلة. طالبنا يهيئوا المشروع، يغطيوا الجوابي، يجيبوا ستاسيون باش يعالجوا المياه هذه ويهيئوا ويخدموا على الرواح. أكا وذاك ما طالبنا، ماناش طالبين أكثر من هكاك. ما ناس فعلا تم الحقها بها الضرر، اللي مات من خاطر اتضح أنه مريض بوصفير من جراء استغلال المياه ملوثة سببت له حشاك بوصفير، تركبت عليه دهرت الحالة الصحية متاعه وصل أنه مرض بمرض حشاك سرطان وتوفى. تصور أنت فما شكون اللي من قرصة ناموسة خاطرها مسمعتها متسمة من ناموسة هذية مهدب قصان سايقها مرأة كبيرة مساكنة. كما حكيت من بكري ونعاود نقول أنه يعني جون على أجل 11 عام بنية عمر 11 سنة خرجت في المغرب، اعتداوا عليها كيلة كلاب سايبة على خاطر هي مجمع ولد نتاع كلاب سايبة أكثر من نومبر نتاع العباد اللي موجودين غاديكا، وحرموها من أنها تكون أنثى عادية. تصور كلب حشيك نحالها الثدي نتاعها معناها. المصب الذي أنجز في 2009 مثل مصدر إزعاج شديد لسكان المنطقة، حيث تكاثرت التشكيات من الروائح الكريهة ما تسبب في مرض العديد منهم نظرا لنقص المعدات الضرورية والإخلالات الفنية العديدة الموجودة حسب قول السكان بالمصب. اللي وقع من عام 2009 حتى التويك كانوا تكاثرت الروائح الكريهة في المنطقة متاع النخيلة، فهذا نتج عنه إزعاج المتساكنين. بعد الثورة المتساكنين قاموا بإغلاق المصب لمدة 10 أشهر تقريبا. المصب عاود تحل في ماي 2012، وكان ثم اتفاق ممضى من طرف السلطات والمتساكنين بحيث أنه هناك في هذا الاتفاق أنه وزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات هي متعهده باش تقع اعاده تهيئه المصب. ضرنا ياسر، راه اولادنا الكل في الطبيب، انا عندي 3 اولاد الكل بالطبيب، اندرا نقريهم ولا نجري لهم على الدواء. يا اختي رانا ضرنا ياسر. اول واحد متضرر في المنطقه النخيلة هو انا كلفيك ناجي بن حمود، مواطن عادي. انا ضررت ونوع من العيش بالاكسجين، او حاضر معايا تشوف فيني كو ونعطيك منين نجيب فيه زاد ما دام الحاجه ناخذ الاكسجين زوز انواع ونعمل حراب زوز انواع ومرضت حتى بالكونسير زاد من هذا السبب نتاعي. الطيب رمضان المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات جلس مع ممثلين عن منطقة نخيلة ووعد بوضع آلية لمراقبة الفضلات التي يقع ردمها في المصب، إضافة إلى تركيز محطة معالجة مياه الترشح بطاقة 160 متر مكعب في اليوم. حاولنا أن نوجد منها سبل منها نتاع حوار وتواصل مع الأهالي، ووفقنا بتعاونهم كذلك وتعاون معناها ممثليهم في المجتمع المدني كذلك الى معناها حل الموضوع. مازال عندنا فيه ما نخدم وما نحسنه ان شاء الله باذن الله اللي يولي ما عادش مصدر نتاع ازعاج بكل تمام. مسائل عاجله ومستعجله وبالتنسيق اساسا مع البلديات، لان معناها المالكيه معناها اللي يجيبوا النفايات هم البلديات، انه يتم ساعه رفع النفايات معناها مازالت معناها حينين. ثم كذلك مواد يتم معناها رشها على المصب وعلى الحوض التجميع مياه الرشح كذلك الآن قاعدين نقوم بها. في إطار سلسلة الجلسات المخصصة لمتابعة إنجاز مشاريع التنمية بالجهات والإنصات لمشاغل وتطلعات المواطنين، التقى رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا من ولاية جابس يضم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الممثلين عن الجهة وبعض ناشطي المجتمع المدني بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمستشارين وممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة، وذلك في إطار سلسلة الجلسات المخصصة لمتابعة إنجاز مشاريع التنمية بالجهات والإنصات لمشاغل وتطلعات المواطنين في كل جهة.
وشكل اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض مسائل ذات أبعاد فلاحية وصناعية واجتماعية وبيئية وتنموية بصورة عامة، وتم في هذا الإطار تقديم جملة من المقترحات الكفيلة بدفع نسق التنمية بولاية جابس على أن تعرض في غضون أجال قريبة على مجلس وزاري مضيق لدراستها واتخاذ الإجراءات العملية بشأنها. الاطلاع على معدات النظافة ومعاينة المسلك السياحي بالمدينة العتيقة بتونس هي أبرز محاور الجولة التي قام بها وزير السياحة إلياس الفخفاخ صباح اليوم للوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بتهيئة المسالك السياحية بالمدينة العتيقة، جولة انطلقت من مقر بلدية تونس، حيث اطلع الوزير على معدات النظافة التي تم اقتناؤها بتمويل من صندوق حماية المدن السياحية بكلفة تناهز 660 ألف دينار. بعد الثورة صار نوع من الانفلات، نوع من الانفلات في الفضلات، نوع من الانفلات في البناء العشوائي، في الردم اللي صار، وكانت الأولوية هي نعود نرجع ساعة نظافة، وذلك علاش خصصنا 660 ألف دينار لاقتناء هالمعدات هذوما. وزير السياحة تحول رفقة رئيس بلدية تونس سيف الدين لصرم والمديرة العامة لجمعية صيانة مدينة تونس إلى المدينة العتيقة للاطلاع على مشروع تهيئة المسالك السياحية الذي انطلق في مرحلته الأولى منذ 3 سنوات. سنقدم إلى سيد وزير السياحة المرحلة الثانية لهذا المشروع، تتم مواصلة هذا المشروع في على مستوى نهج سيدي بن عروس، نهج الباشا، الحفصية، ثم إن شاء الله زاد في أقرب وقت وبعد ما نكمل الدراسات الشروع في 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 منطقة ثانية اللي هي منطقة تربة البية ما يسمى بحي الأندلس، حتى نتمكن من ربط دونك جامع الزيتونة في الوسط، سيدي بن عروس، نهج الباشا من الجهة هذه، ونربطه مع تربة البي باب منارة حتى الخروج على باب الزيرة، ويكون على الأقل جانب هام من المدينة يكون نقفانه نجاة لهذه المنطقة. المديرة العامة لجمعية صيانة مدينة تونس لم تخفي تذمرها من بعض التجاوزات الحاصلة على مستوى المدينة العتيقة والتي أضرت بالمشهد السياحي بالمنطقة، ليؤكد وزير السياحة في المقابل على ضرورة استكمال تهيئة جل المسالك السياحية للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عامة. بعض التجاوزات من طرف ممكن حتى الناس اللي ساكنين غادي، هو في تغيير زيادة مثلا باب حديد يخافوا على أرواحهم، وإلا ثم بعض الكتابات يعني فوق الحيط، ثم بعض المعالم كما مدرسة التريبونال اللي دخلوا عليها ناس سكنوا فيها، وهو كان معناتها المدرسة هذه مبرمجة لإيواء، معناها مركب ثقافي كبير تابع لبالي خيار الدين، المتحف خيار الدين، شيء الكبير اللي إن شاء الله نوصله باش نتفاديه، وهو السيارة الكهرباء اللي رجعت في وسط السيركوي بعد ما كان للمترجلين. رجعنا للدراسات نتاع المسالك اللي باش نخصوا لها ميزانيه لمواصله العمل على نهوض المسالك السياحيه في المدينه العتيقه، وفما معناتها هذه من مهمه الدوله ووزاره السياحه هي تمول في المشاريع هذايا، لانه التهيئه نتاع البنيه التحتيه تخلي زاده الخواص يستثمروا في المطاعم وفي النزل هذوما لي شامبر دوت، وهذايا كيفاش تولي ترجع المدينه نتاعنا، معناتها ترجع لي تاخذ بلاصتها في المقاومات السياحيه تاع تونس ككل ومتاع تونس المدينه بصفه خاصه. أشرف صباح اليوم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو على انطلاق الدورة التدريبية الأخيرة التي تأتي في إطار الاستعداد لانطلاق الحوارات الجهوية التي أقرتها اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني، بحيث أكد الوزير على أهميتها الكبرى في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. لا مفاضلة بين الحرية والكرامة، المواطن يحتاج خبزا ويحتاج كرامة، ولو خيرته بينهما لاختارهما الاثنين. ما زلنا لم نبني ديمقراطية بعد، وإنما نحن بصدد بنائها،
ودون كشف حقيقة الانتهاكات التي حصلت في الماضي، دون المصالحة مع تاريخنا، دون جبر الأضرار ومحاسبة المعتدين ومنتهكي حقوق الإنسان، بعيدا عن التشفي والانتقام والثار، ولكن دون السقوط في الإفلات من العقاب، دون هذا جميعه لن نصل إلى المصالحة الوطنية ولن نساهم في البناء الديمقراطية. العدالة الانتقالية مطلب شعبي أكيد وهدف ثوري ملح لبناء عدالة اجتماعية تستجيب لمتطلبات الشعب. العدالة الانتقالية هي تصالح الشعب مع ماضيه، أنه يقع كشف الحقيقة، يقع جبر الضرر تاع الضحايا، ثم تقع محاسبة الناس اللي انتهكوا حقوق الإنسان واللي انتهكوا حقوق الناس واللي اعتدوا عليهم، ومن ثم نفكروا كيفاش يعاود يتصالح الإنسان والمواطن التونسي مع مؤسساته من خلال إصلاح المؤسسات، من خلال إصلاح القضاء، من خلال إصلاح الأمن، من خلال إصلاح الإعلام، وبالتالي يؤدي هذا الكل إلى أنه نبنيه ديمقراطية حقيقية. اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني بخصوص العدالة الانتقالية بيّنت أهمية المراحل الواجب دراستها وعرضها على مختلف ولايات الجمهورية. ندربهم على كتاب التقارير، ثم نقدم لهم استمارة تتعلق بالعدالة الانتقالية، سنقوم بقراءتها وشرحها وكيفية تعميرها، ثم نقدم لهم الوثيقة المرجعية للعدالة الانتقالية. سندربهم اليوم عن طريق خبير في صياغة التقارير كيف يصوغون تقارير التي سيذهبون لأخذها من الجهات، يعني لكل ولاية أن تثير المواضيع التي تراها صالحة في موضوع العدالة الانتقالية. ممكن أن تثار قضايا في العدالة الانتقالية في تونس لا تثار في صفاقس أو لا تثار في قفصة وغيرها، ولكن تأكد أن المحاور ستكون شاملة. نفس القائد العربي جمال عبد الناصر كان حذرا بعبارة آمن بها في الماضي، هي فلسطين عربية لا حلول استسلامية ومقاومة لا صلح ولا مساومة، هتافات أعاد فرددها المشاركون في افتتاح الدورة 9 للمؤتمر الناصري العام الذي ينتظم بتونس العاصمة على مدى 3 أيام بمبادرة من حركة الشعب بالتعاون مع جمعية الناصريين الوحدويين. علي عسكر الأمين العام المساعد للتنظيم الشعبي الناصري أكد أن تونس والشمال العربي الإفريقي هو في قلب الصراع، وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي ليؤكد على الثوابت القومية الوحدوية وأن الأمن القومي العربي أمن عربي واحد. هذا المؤتمر اليوم في تونس يأتي ليؤكد على الثوابت القومية والوحدوية وأن الأمن القومي العربي أمن عربي واحد، أمن القاهرة من أمن تونس ومن أمن سوريا ومن أمن اليمن وأمن تونس كذلك، إن كل جزء عربي وكل وطن عربي يتضرر من أي موقف ما يلحق الضرر والأذى باقي الأخطار الوطن العربي. وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها مسؤولون وممثل أحزاب قومية ويسارية من تونس والعراق واليمن والسودان ولبنان وسوريا والجزائر وموريتانيا وفلسطين، وممثل جمعيات ومنظمات وطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع. من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أن المؤتمر الناصري العام في دورته 9 ينعقد لأول مرة في تونس بسبب المضايقات التي كان يتعرض لها القوميون من قبل النظام السابق، وأوضح أن مؤتمر تونس سيتدارس قضية سوريا من أجل تقديم مقترحات عملية تهدف إلى حقن دماء السوريين، كما سيتناول سبل توحيد صفوف القوميين التقدميين الناصريين في هيكل تنظيمي واحد على امتداد الوطن العربي. نحن كناصريين بالعنوان السابق تحت ظل نظام الاستبداد كان حركة الوحدويين الناصريين وكنا أعضاء في هذا المؤتمر الناصري، طبعا في ذلك الوقت لم يكن متاح لا للإعلام التونسي ولا للشعب التونسي أن يعرف أننا كنا أعضاء، وكنا حتى ندخل أحيانا متسللين لبعض الأقطار العربية لنحضر هذا الملتقى. سنعالج القضية السورية وهي قضية ستكون حاضرة بقوة داخل القوميين نظرا لأن الوضع في سوريا أصبح وضع خطير جدا. نحن مع سوريا حتى يعني نقول الكلمة الفصل هنا، نحن مع سوريا، سوريا الدور وسوريا التاريخ وسوريا الجغرافيا وسوريا التوازن الاستراتيجي العسكري في حده الأدنى مع العدو الصهيوني. كما رفع المشاركون في المؤتمر علم سوريا مرددين شعارات تمجد المقاومة العربية ضد ما اسموها قوى الردة والاستعمار، معتبرين هنا أن بشار الأسد هو ضحية مؤامرة عربية صهيونية، رغم أن الكثير في الخارج يراها مجزرة نظامية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمة العربية. ورغم هذا الاعتقاد أو ذاك يبقى للبعض أنصار للقومية العربية. أشرف صباح اليوم وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي على الملتقى التأسيسي لهيئة أهل الذكر للتوحيد والإصلاح والتي حضرها أعضاء من الحكومة وعدد من المشايخ ووعاظ الدين.
هذا المؤتمر التأسيسي أرادوه أن يكون نقطة انطلاق الخطاب الديني وتعزيز الثقافة الدينية في مختلف جهات البلاد. أهل ذكر للتوعية والإصلاح، وهي إن شاء الله هيئة علمية فكرية ثقافية ستتواصل مع المجتمع، تسهم مع الوزارة في إحكام سير المساجد، في إرساء خطاب ديني إسلامي معتدل يعني أصيل، يحاول أن يقدم الحلول لهذا الشعب الكريم في ضوء عقيدته، في ضوء هويته، في ضوء حضارته، دون أن يكون هناك لا سمح الله يعني اضطراب أو اختلاف ما إلى آخره. وأيضا ستسهم في تعزيز المعرفة الإسلامية والقيم الإسلامية والثقافة الإسلامية، وستتعاون إن شاء الله مع المجتمع كذلك في هذا الإطار المأمول بعد الثورة المباركة. هو من المقرر إن شاء الله تأسيس فروع جهوية لهذه الهيئة، هي هيئة وطنية. اليوم سيكون هناك ورشات عمل حول هذه المحاور، هذه الورشات ستستخرج خلاصات وبيان ختامي، ثم رويدا رويدا سننزل إلى الجهات من أجل تأسيس الفروع الجهوية والقيام بالدور الجهوي في المدن والولايات الكبرى إن شاء الله. ما زالت وزارة الشؤون الدينية ترفض كل أشكال الغلو والتطرف، فلا إفراط ولا تفريط، ولا بد من حوار مع كافة شرائح المجتمع. الهيئة جاءت بعد مرحلة معينة عاينت فيها الوزارة وتعاملت وحاورت ورصدت الأوضاع، وبالتالي فالهيئة هي إطار لوضع استقرار نهائي للمساجد حتى نفصل ما بين الجانب الحواري والتوعي والدعوي وتنظيم المساجد وبين إحالة ملفات إلى القضاء باعتباره الفيصل النهائي في من يريد أن يتجاوز القانون، لأن في مرحلة ما بعد الثورة القانون فوق الجميع، وبالتالي يجب احترام حرمة المساجد واحترام القانون. طبعا ما جد من أحداث هذا هو يكون في الاعتبار من حيث إصلاحه والتعاطي معه بعلمية غزيرة وبأدبية عالية، وأيضا بأسلوب الحوار، وأيضا بأسلوب الإقناع بأنه لا مجال في تونس الآن أن يظل الوضع على ما هو عليه من حيث العنف اللفظي أو العنف المادي أو من حيث اللجوء إلى طرق شديدة وغليظة في التعامل مع الأئمة أو مع المنابر أو مع المساجد أو مع مؤسسات المجتمع بوجه عام. وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي أكد أن الإصلاح الديني أصبح ضروريا في حياة الأفراد أكثر من ذي قبل. نحن مطالبون الآن بأن نصحح الوضع وأن نجبر النقص والخلل وأن نقضي ما فات. الشعب التونسي الآن في حاجة إلى المعلومة الدينية الصحيحة، معلومة تتعلق بصلاته بصومه بحجه بعمرته، وأيضا معلومة تتعلق بمعاملته في الأسرة في المجتمع، كيف يكون أبا صالحا جارا رفيقا، يعني كيف يكون عاملا منتجا في المؤسسة، كيف يكون إنسانا فاضلا في الطريق في الحافلة، كيف يدفع بالتي أحسن، كيف يحترم إشارات المرور، نعم كيف يعني يخرج من لسانه الكلام الطيب، كيف يترك يعني بعض الكلام اللي هو مخالف للدين أو مخالف للأدب والذوق العام. طبعا كل هذه تحتاج إلى الدروس والتوعية الدينية، وتحتاج إلى تكثيف المحاضرات والإعلانات والنشريات حتى تؤسس لعقلية جديدة ولشخصية جديدة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم عن وضع الرقم الأخضر التالي 80-10-31-60 للتواصل معها قصد التصدي لظاهرة التهريب. الأمينة العامة للحزب الجمهوري مساء اليوم أشغال اللجنة المركزية للحزب، حيث تم تقييم المرحلة السابقة وبحث الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها موضوع الانتخابات ومشروعية المجلس الوطني التأسيسي بعد 23 من أكتوبر القادم، إلى جانب تدارس قضايا اجتماعية مثل قضية الحرقة وقضايا العنف والتطرف والتكفير. جي اللجنة المركزية هذه في وضع اللي على المستوى السياسي هناك تعطل، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي هناك ظروف صعبة ما يعرفها كان بول عائلة وأم العائلة وصاحبك القفة اليومية اللي يمشي يمليها، يعرفها الشاب اللي يبحث على أفق ما يلقاهاش. أنا توا مازلت كي سمعت على الحريقة في جلمة اللي معنيا برشا منهم توفي والله يرحمهم. الشرعية متاع المجلس التأسيسي تنتهي إذا كان ما نتوافقوش على حاجة اللي تقول للشعب علاش ما نجمناش نكملوا الدستور، كيفاش باش نكملوا الدستور وخاصة وفق أي أجال. طبعا هناك قضايا أخرى تشغلنا، هي قضايا العنف والتطرف والتكفير اللي تتطلب مش مجهود الحزب الجمهوري فقط وإنما كل التوانسة اللي
يمنوا بلادهم تنجم تكون متطورة. كما ستنظر اللجنة المركزية في المبادرة التي دعا إليها الحزب الجمهوري إلى جانب حزب المسار إلى مؤتمر وطني لمحاولة التوافق حول المسائل الخلافية لكل القوى اليسارية في الحكم والمعارضة إلى مؤتمر وطني لمحاولة التوافق حول المسائل الخلافية لكل القوى السياسية في الحكم والمعارضة. الحزب الجمهوري وحزب المسار قدموا مبادرة مشتركة باش يدعيوا إلى مائدة مستديرة لكل القوى السياسية في الحكم وفي المعارضة باش يتوافقوا ويجنبوا البلاد مثل هذه الأزمة. اللجنة المركزية هذه باش تنظر في هذه المبادرة وتعطي رأيها وقرارها فيها. كما ستتناول اللجنة مسألة التحالفات القائمة مع الأحزاب الأخرى قصد الوصول إلى بناء جبهة انتخابية لمواجهة الاستحقاق الانتخابي القادم. نبنيه تحالفات انتخابية قوية قادرة على المناسبة في الموعد القادم، لابد أن يبدأ التحضير لها من الآن لأنه أمامنا عمل كبير، أمامنا تحضير أرضية هذا التحالف الانتخابي، تحضير هياكله في كل المدن والأرياف، العمل طويل ويستدعي التحضير له مبكرا لأن الاستحقاق القادم نعتقده استحقاق تاريخي ويستدعي التحضير له مبكرا. في بيان ورد علينا جاء فيه ما يلي: تبعا للبيان الذي أصدرته وزيرة المرأة والذي ادعت فيه أنني اعتديت عليها بمقر رئاسة الحكومة، أفيد الرأي العام بملابسات علاقتي كمتصرف مستشار بالمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن برئاسة الحكومة بأن الحادثة تتنزل في إطار محاولة لفت نظر السيدة الوزيرة إلى التشكيات والتظلمات الواردة على مصالحنا والتي تعهدت بها في إطار عملي سابقا بديوان السيد وزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح والتي تشكل خروقات وتجاوزات صارخة للقانون. فكان رد الوزيرة بكل امتهان دعوة الأمن لإيقافي في حين تولت هي مباشرة بعد الحادث شن حملة إعلامية ضدي عن طريق وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والتشهير بي وتوجيه تهم خطيرة لي بادعاء تورطي في قضايا فساد مالي ومؤامرة في شبكة أزلام النظام السابق مما تسبب لي في تشويه سمعتي والمس بكرامتي. لذا فإنني أنفي جملة وتفصيلا التهم والإدعاءات الباطلة الموجهة لي من طرف الوزيرة وأدعو وسائل الإعلام لتمكيني من إنارة الرأي العام وكشف الحقيقة. الإمضاء أحلام كامرجي متصرف مستشار برئاسة الحكومة. يكون الطقس غدا مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع نزول أمطار متفرقة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتهب الرياح من القطاع الشرقي معتدلة من 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، ويكون البحر قليل الاضطراب في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالشمال و32 و36 درجة ببقية المناطق. وفي أخبارنا العالمية: تطور ميداني ملحوظ لقوات المعارضة المسلحة في سوريا، هجوم استهدف ثكنة في حلب صدتها القوات النظامية السورية بعد استعادتها لجزء سيطر عليه الجيش الحر في حي هنانو في شرق حلب. القوات النظامية وحسب شهود العين استخدمت الدبابات والمروحيات لدفع المقاتلين المعارضين إلى خارج الثكنة. بلدة عدنان تعرضت هي الأخرى إلى قصف عنيف بالطائرات الحربية فيما تدور اشتباكات في جنوب العاصمة دمشق. دبلوماسيا أعلنت وزيرة الخارجية القبرصية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أعلنت التوصل إلى توافق لتجديد العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام بشار الأسد وتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في سوريا وفي دول الجوار. أعلن الجيش المصري أنه قتل 32 من العناصر الإجرامية في العملية العسكرية الواسعة النطاق التي تتخذها قواته منذ شهر في شبه جزيرة سيناء. الجيش المصري أعلن كذلك وجود عناصر من بين القتلى من جنسيات عربية أخرى إلى جانب تدمير عدد من الأنفاق التي تربط قطاع غزة بسيناء. تأتي هذه التطورات بعد مقتل 16 جنديا من حرس الحدود في اعتداء استهدفهم الشهر الماضي في نقطة تفتيش قرب الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل. هذا انفجار عنيف مقر قيادة قوات حلف شمال الأطلسي في كابل أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين بجروح. الهجوم وقع عندما أقدم انتحاري كان يقود دراجة نارية محملة بالمتفجرات على تفجير نفسه، هجوم تزامن مع إحياء كابول الذكرى 11 على اغتيال أحمد شاه مسعود العدو اللدود لحركة طالبان. هذا الهجوم هو الثالث لهذه السنة الذي تشهده العاصمة، وهو ما يدل على الصعوبات التي تواجهها قوات الأمن الأفغانية في بسط سيطرتها على كابول.
أعلن جون بيرد وزير الخارجية الكندي في بيان أن بلاده قررت إغلاق سفارتها في طهران وطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين، متهمة إيران بتقديم مساعدات عسكرية متنامية لنظام بشار الأسد ورفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وزير الخارجية الكندي لم يعطي عدد الدبلوماسيين الإيرانيين المطرودين، لكنه أكد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإمهال البعثة الإيرانية في أوتاوا 5 أيام للمغادرة. هذا العرض الإخباري وهذا تذكير بالعناوين. وقفة احتجاجية لأهالي منطقة خيلة بولاية نابل أمام وزارة البيئة. رئيس الحكومة المؤقتة يلتقي وفدا من أعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء المجتمع المدني عن ولاية جبس. معارك عنيفة في دمشق ووزراء الخارجية الأوروبيون يتفقون على تجديد العقوبات. الجيش المصري يعلن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية في سيناء. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.